السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد طلعت عبد المواد عبد الله من محافظة المنوفية، طالب كلية الإعلام جامعة المنوفية، أو من ذوي القدرات الخاصة. أنا حاصل على الميدالية الفضية لتربة الجامعات لرفع الأثقال، وحاصل على الميدالية الفضية لتربة الجمهورية، وحاصل على الميدالية البرونزية لبطولة كأس مصر. سعدنا ويشرفني المشاركة في بطولة جامعة المنصورة. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه بتقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يحقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش ده عادي، كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني فيهم ده عزيمة وإرادة، تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان أنت بطل من جواك، في حلم بيستاهل.